قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس حج البيت. وقال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ففي هذه الآيات يظهر وجوب تحقيق الإخلاص لله عز وجل في هذه الفريضة، فأداؤها يجب أن يكون لله وإتمامها لله، وهذا هو معنى الإخلاص الواجب توفره في كل ما يتقرب به العبد في كل عبادة، فإن أي عبادة يقوم بها العبد لا تقبل عند الله ما لم تكن خالصة لوجهه الكريم وموافقة للشرع. وهذا الحج يجب أن تظهر فيه وتتجلى فيه في جميع مواطنه واستحضار هذا المعنى، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل موطن من المواطن. لا بد أن يخلص الإنسان لله في هذا الحج من أول دخوله فيه إلى الانتهاء منه. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، حج على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج هذه الحجة دون مظاهر ودون مفاخر، يحج على ناقته وعلى رحل رث، ويقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا تأكيد لهذا المعنى حتى لا يغيب في أي موطن من مواطن الحج، لأن الرياء محبط للأعمال، وهو الشرك الأصغر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. لما قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. الله عز وجل غني عن أن يتقرب إليه بعمل مشروك. في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.